شنو كتعني الفرونت اند ديفلوبر؟ غادي يصايب واحد السيت اللي كيتشارجا دغيا كياخذ في البارامتر ديالو جوج ديال الحوايج باش هاد الشخص يشارجي هذاك السيت ديالو بواحد الطريقه اللي هي سريعه. اولا خاصو يكونوا ديفوكيت اللي هما قلال، ملي كنقولوا لاس ريكويست يعني هادوك اي سي بي ريكويست غادي يجيبوا جوج ديال لي فيشي كمثال اللي هما سي اس اس و جي اس. دونك سي اس اس غادي يكون فيشي واحد كومبيلي و كومبريسي، و جي اس غادي يكون فيشي واحد مكومبيلي و كومبريسي. دونك هنا لونسا جوج ديال اي سي بي ريكويست مينيميزا الكونسوماسيون ديال لي ريسورس الكوتي نيتورك، دونك جوج ديال اي سي بي ريكويست باش يجيب هادوك الملفات. و ثاني حاله هادوك الملفات غادي يكونوا صغار، كمثال هادك سي اس اس و جي اس غادي يحاول كومبريسيهم الماكسيموم ويكونوا صغار في الطاي. دونك هنا كنهضروا على السايز ديالهم. كمثال واحد الشخص اللي ما غاديش ياخذ هذا الطاي اون كونسيديراسيون غادي يشارجي بوت ستراب كامله، دونك شارجا بوت ستراب كامله لا سي اس اس لا جي اس، دونك دي فيشي اللي هما كبار خدام ب 20 ولا 30% منهم ولكن مشارجيهم كاملين، دونك ما خداش هاد النيتورك سبيد اون كونسيديراسيون. دونك هاد اليوزر اكسبيرينس اللي بغينا نعطيوه حنا للزائر انه يشارج الموقع ديالنا دغيا ويكونوا هذوك لي فيشي صغار في الطاي ما خداهاش اون كونسيديراسيون. دونك فرونت اند ديفلوبر كياخذ هاد لاباشي ديال التارجه دغيا الاولى اللي هضرنا عليها كياخذها بعين الاعتبار، خاصو يعطيه لاست ريكويست، دونك هذوك الاي سي بي ريكويست يكونوا قلال، وثانيا هذوك لي فيشي اللي كاينين في دوك الاي سي بي ريكويست اللي هما في الكوتي كليون يكونوا صغار. هنا خدينا غير واحد جوج ديال لي بارامتر ديال كيفاش السيت غادي يتشارج دغيا. ما هي بصفه عامه ولا الخلاصه ديال الفرونت اند ديفلوبر صايب واحد الحاجه اللي بغاها تشارجا رابيدمون، تيكون الفوكس ديالو بان هاد الزائر ديال الموقع تقدر تكون عنده واحد الانترنت كونيكشن اللي هي ضعيفه وخاص هذوك لي ريسورس يكونوا صغار ويكونوا اتش تي بي ريكويست قلال. كمثال باش تاخذ فكره على نيتورك سبيد تقدر تمشي لهاد الطاب ديال نيتورك وتشارجي لاباج ديالك وتشوف شحال من اليمون تشارجا. كمثال هنا عندي غير روكيت وحده لان مشارجي دوكيمنت واحد في سي اس اس وكلشي، دونك هنايا عندي ريكويست وحده ونطابقات هذيك لاس ريكويست. بالنسبه للاس فايلز بغيتي تستعمل واحد العدد قليل ديال لي فيشي غادي تكومبيلي الفيشي سي اس اس فيشي واحد ولا تكومبيلي جي اس الماكسيموم الا قدرتي فيشي واحد. بعض الحالات كتفرض عليك بانك ما ديرش جي اس واحد، مي هو الا كانت عندك هاد الحاله بانك تقدر تكومبيلي كلشي ولا تكومبيلي كلشي في واحد جي اس واحد مزيان، ولا كنتي تقدر تكومبيلي سي اس اس كامل في سي اس اس واحد حتى هي مزيان. دونك باش ديباغي هادشي غتشوف هاد النيتورك وتشوف كاع لي فيشي، تقدر تنافيغي هنا دير جي اس سي اس اس وتشوف لي فيشي اللي تشارجا او نيفو ديال لاباج ديالك وشحال من اتش تي بي ريكويست لونسات والسايز ديالهم اللي كاين هنايا لتحت. كمثال السايز ديال الدوكيمنت عندنا 5.3 كيلو بايت، هاد 5.3 كيلو بايت كتعني الموقع كامل شحال فيه في السايز، دونك التوتال راه الا كنتي كدير جي اس و سي اس اس هنا كيعطيك التوتال شحال في سي اس اس التوتال شحال جي اس، ولا درتي هنا اول غادي يعطيك التوتال ديال شحال تشارجا في الموقع كامل او نيفو ديال الكلاينت. هنا عندي 5.3 كيلو بايت، هذا ماشي درس ديال كيفاش نديبوغيو النيتورك بيرفورمانس، مي هنا خدينا غير واحد الفكره عامه.